بحكم مشاهدة الأفلام السينمائية أو المسلسلات أو التلفزيون بشكل عام، أولاً مشاهدة التلفزيون بشكل عام سواء كان هناك أفلام أو غير أفلام أو مسلسلات أو أي شيء آخر، هو مزدوج الاستعمال. التلفزيون مزدوج الاستعمال بين الحلال وبين الحرام، يعني ممكن أنه يستعمل المكلف للحرام فيكون حرام ويستعمله للحلال فيكون حلالا. لاحظت هذه أولا وبالذات مسألة استعمال التلفزيون. لكن ما يعرض فيه من برامج، البرامج مختلفة، منها البرامج مثلا الثقافية، برامج تثقيفية، برامج إخبارية، إصلاحية، تربوية، يعني برامج غير شرعية. لا، هذه الأخريات احنا سادة نتكلم عن غير شرعيات منهن. مثلا الأخبار، نقل الأخبار، تمام، أو مثلا التثقيفية منها، أو الأفلام الوثائقية مثلا، أو البرامج التعليمية مثلا، أي كلها شنو برامج لا إشكال فيها وليس فيها مثلا من المحرمات شيء، اللي هن إما الغناء أو الموسيقى أو المحرمات مثلا كخروج بعض مثلا النساء، كاشفات مثلا، مو محجبات غيرهن. ذن الأشياء إذا جمعا كلهن مثلا في برنامج، حتى وإن كان برنامجا ثقافيا، المشاهد يجوز له المشاهدة لكن يتجنب المحارم فيها أو المحرمات فيها.